السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم خرجت باش نجيب الدراري من ليكول، قلت علاش لا ما نصوركمش زعما الثلج كيطيح. نورمالمون الدراري كيخرجوا مع 4:30، واليوم عيطوا لنا قال لك اجي تجيبوا ولادكم راه غادي يكون بزاف ديال الثلج، ومشينا جبناهم. كاين البرد بزاف، صافي راه قربنا نوصلو للدار. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.